وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والذي علمنا سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا: أيها الناس إن الرب واحد، وإن الدين واحد، وإن الأب واحد. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الأول حول تاريخ الدولة العثمانية. تاريخ الدولة العثمانية في ضوء المنهج القرآني للدراسات التاريخية، ومنهج الدراسات التاريخية الإسلامي يستقى من القرآن والسنة. والدولة العثمانية تنسب إلى مؤسسها عثمان ابن أرطغرل الذي وفقه رب العالمين في إقامة نواة لدولة إسلامية على أرض آسيا الصغرى أو شبه جزيرة الأناضول اللي هي تركيا الحالية، وذلك أثناء جهاده للأوروبيين البيزنطيين الصليبيين في القرن السابع الهجري اللي هو 13 الميلادي. وقد استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يقيم بناء إسلاميا متماسكا استمر، اللي هو تاريخ الدولة العثمانية، من 1299 ميلادية لسنة 1909 ميلادية بالتاريخ الهجري. قامت الدولة العثمانية سنة 699 هجرية وانهارت سنة 1327 هجرية، وقد حكم في هذه الفترة حوالي 37 حاكما من أبناء عثمان، يعني أبناؤه وأحفاده. إخوة الإسلام، لقد قامت على أرض آسيا الصغرى دولة إسلامية ظلت صاحبة الكلمة العليا في حياة البشرية على مدار 6 قرون، ومراجعنا في هذا الموضوع أذكرها تحديدا
المرجع الأول تاريخ الدولة العثمانية ضمن سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ للمحاضر بالاشتراك مع آخرين. أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، تاريخ الدولة العثمانية، والناشر دار الوفاء للطباعة والنشر. الكتاب الثاني جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك، جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك، تأليف زياد أبو غنيمة، زياد أبو غنيمة، والناشر دار الفرقان بالأردن، ولكن يوجد بالمكتبات في مصر. أيضا الكتاب الثالث السلطان المجاهد محمد الفاتح، تأليف زياد أبي غنيمة، دار الفرقان للطباعة والنشر. الكتاب الرابع العثمانيون في التاريخ والحضارة، ضمن سلسلة دراسات عثمانية، تأليف الدكتور محمد حرب، الناشر المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي، أعتقد 6 ألف أو باء، شارع الدكتور أحمد فخري بمدينة نصر. الكتاب الخامس، هذا مهم، الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية، تقديم وتعليق الدكتور مصطفى حلمي، دراسة نفس الكتاب اللي هو الأسرار الخفية، عبارة عن ايه؟ دراسة حول كتاب النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة والنعمة، النكير على منكر النعمة من الدين والخلافة والنعمة، تأليف شيخ الإسلام مصطفى صبري، والناشر دار الدعوة، 1 شارع منشة محرم بيه الإسكندرية، 1 شارع منشة محرم بيه الإسكندرية. هذه كتب للمبتدئين الذين يريدون أن يتعرفوا على الملامح الرئيسية للدولة العثمانية دون يعني التغلغل في التفاصيل، لكن من يريد المزيد من التفاصيل هناك كتب إضافية. الكتاب الأول الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليها، تأليف الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي، حوالي 3 أجزاء أو 4 أجزاء، والناشر مكتبة الأنجلو المصري، أعتقد 165 شارع محمد فريد على ما أذكر، هي مكتبة الأنجلو المصري، وطبع بمطابع جامعة القاهرة 80. الكتاب الثاني اللي هو تاريخ الدولة العلية العثمانية، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تأليف الأستاذ محمد فريد بيك المحامي، يعني اللي بتاع الحزب الوطني، والناشر دار النفائس. كتاب ثالث اللي هو تاريخ الدولة العثمانية، تأليف الدكتور علي حسون، والناشر المكتب الإسلامي. يضاف إلى هذه الكتب كتاب الإسلام والخلافة في العصر الحديث، تأليف الأستاذ الدكتور محمد ضياء الدين الريس رحمة الله عليه،
والناشر دار التراث 2 شارع الجمهورية عابدين، الإسلام والخلافة في العصر الحديث. وأيضا لنفس المؤلف اللي هو الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس، النظريات السياسية الإسلامية، النظريات السياسية الإسلامية، بالإضافة إلى كتاب الأستاذ الدكتور محمد حسين الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. إخوة الإسلام، كما قلنا، مؤسس هذه الدولة العثمانية عثمان ابن أرطغرل سنة 699 هجرية، 1299 ميلادي. وقد ظلت هذه الدولة تؤدي دور دولة الخلافة الإسلامية حتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني، الذي أزيح عن السلطة عبر انقلاب عسكري قام به بعض الطلاب الطامحين في السلطة، منهم طلعت وأنور ومصطفى كمال أتاتورك. وقد امتدت الحدود السياسية للدولة العثمانية على عهد آل عثمان لتشمل إيران والعراق وشبه الجزيرة العربية وأذربيجان وأرمينيا، يعني بلاد القوقاز، وأيضا سوريا وفلسطين أي بلاد الشام، ومصر وتونس والجزائر، حتى الحدود الشرقية لمراكش أو المملكة المغربية، وامتدت أيضا لتشمل شبه جزيرة الأناضول، وتشمل الجزر اليونانية في بحر الأرخبيل، وتشمل بلاد اليونان بما في ذلك المورا، أي شبه جزيرة البلقان، بلغاريا، رومانيا، الصرب، المجر، ترانسلفانيا، البوسنة والهرسك، البانيا، الجبل الأسود، كل هذه كانت تشكل جزءا من الدولة التي كان يحكمها آل عثمان. معنى ذلك أن الدولة العثمانية امتدت حدودها من مشارف فيينا لغاية الحبشة جنوبا، ومن إيران شرقا حتى حدود الجزائر غربا. كل هذه كانت تشكل دولة واحدة يحكمها حاكم واحد هو خليفة المسلمين. معنى هذا ان اوروبا الشرقية او جنوب شرق اوروبا ووسط اوروبا كان يشكل جزءا من الدولة الاسلامية على عهد آل عثمان، يعني في ذلك بلغراد وكوزوفو والسنجق، اي كما قلنا حدودها السياسية امتدت في افريقيا واسيا واوروبا، افريقيا واسيا واوروبا، وكانت بودابست جزء من الدولة العثمانية. وحصر المسلمون على عهد آل عثمان فيينا 3 مرات، وطرقوا أبواب ليلينغراد. بلغراد كانت جزءا من الدولة الإسلامية لعاصمة الصرب الحالية، أنا بكلم في التفاصيل علشان يعني ندرك وطننا الإسلامي حدوده فين، تبين اللي حصل إزاي أجدادنا وآباؤنا استطاعوا أنهم يقيموا دين الله في هذه البقعة الممتدة من الأرض،
وازاي بقى وصل بنا الحال ان احنا اصبحنا لا نأمن على اعراضنا ولا على ديننا ولا على ديارنا ولا على اموالنا في بلاد الاسلام؟ هذه القضية علشان نشوف ايه اللي حصل هنا بقى. السنن الربانية يعني تعمل عملها في حياة الامم والشعوب، وده الذي يجب ان يظهر في دراستنا لتاريخ الدولة العثمانية. هذه الدولة العثمانية كانت دولة اسلامية حملت راية الخلافة الاسلامية بعد ضعف الدولة الاسلامية على عهد آل عباس وتنازل الخليفة العباسي محمد المتوكل عن الخلافة للسلطان سليم الاول عام 923 هجري، وبهذا اصبحت الدولة العثمانية هي المسؤولة عن حماية العالم الاسلامي وحمل دعوة الاسلام الى اهل الارض ومجاهدة الكافرين والمتآمرين على أمة الإسلام. في ظل هذا الحكم العثماني كان البحر الأبيض والبحر الأسود والبحر الأسود وجزيرة رودس جزيرة قبرص جزرا بحارا إسلامية لا مكان فيها لأسطول الفرنجة، لأن الحكام العثمانيين كانوا يعتبرون دخول اي مركب اجنبي في هذه البحار خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ولديار الاسلام. فماذا حدث بعد سقوط الخلافة العثمانية؟ ضربت الخلافة ومزلق العالم الاسلامي وضربت الحدود والسدود بين ابناء الامة، واصبحت الاساطيل الاجنبية تعربد في هذه البحار وتحاصر وتحتل بقاعا عزيزة من العالم العربي والإسلامي. وإن لم يكن هناك احتلال عسكري فهناك هيمنة أجنبية يهودية عالمية صليبية على ديار الإسلام، ولا مكان فيها للأسطول الإسلامي ولا للخلافة الإسلامية ولا للشريعة الإسلامية، لأن الكثيرين من القائمين على أمر هذه الأمة أعطوا ولاءهم للكيان الأجنبي ولأعداء الإسلام، ولهذا تقلصت القوة العسكرية الإسلامية في مواجهة أعداء الإسلام. إخوة الإسلام، هناك سؤال: ما هي الظروف التي قامت فيها الدولة العثمانية؟ ايه احوال المجتمع الدولي حينما تأسست الدولة العثمانية؟ اذا القينا نظرة على المجتمع الدولي مع نهاية القرن السابع الهجري او الثالث عشر الميلادي، نجد العالم الاسلامي يحكم على جزء من مصر، الحجاز، بلاد الشام، المماليك، المسلمون تحت راية الخلافة العباسية. يعني المماليك ما كانوا يحكمون بأسمائهم، كانوا يحكمون باسم السلطان العباسي، لأنهم من قدرهم أن يجاهدوا المغول والتتار والصليبيين. تعلموا في مدرسة الإسلام للسلاطين المماليك إنه لا يجوز للأمة أن تقاتل بدون خليفة ودون أن يكون الجهاد تحت راية الخلافة، ومن هنا أقاموا الخلافة. بحث الظاهر ببارس عن احد ابناء العباسيين ونصبوه خليفة في مصر، يعني خلافة عباسية، ومن جندها المماليك المجاهدون. وانا قصدت اذكر هذه المعلومة لانه في حمل التشويه متعمدة لتاريخ المماليك وتصوير
ببرس بأنه قاتل قطز في أعقاب انتصاره في معركة عين جالوت. والعجيب أن هذا التاريخ المزور يعني يسري سريان النار في الهشيم، والسبب مسؤول عنه أو المسؤول عن هذا بالدرجة الأولى أجهزة الإعلام ودور العلم التي شوهت هذا الجزء من تاريخ الأمة المسلمة، لكن في نفس الوقت أنا ألوم أبناء هذه الأمة الذين يتلقون تاريخهم الإسلامي على أيدي الذين يحاربون الله ورسوله، رغم أن الإمام مسلم روى بسند صحيح إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، تأخذون معلوماتكم التاريخية على أيدي من لا يحترمون دينا ولا يوقرون إسلاما. إذن قضية لابد أن نضع للدولة المماليك الذين برز دورهم في أعقاب وفاة صلاح الدين الأيوبي تحملوا مسؤولية عظيمة في مواجهة الغزوة المغولية التتارية والغزوة الصليبية، يعني في جبهتين، لأن المغول والتتار تحالفوا مع الصليبيين أبناء أوروبا. من الذي واجههم؟ المماليك. من الذي أوقع بلويس التاسع حينما غزا دمياط واحتل دمياط فعلا وبدأ يزحف على قلب الأمة؟ مش الصالح أيوب؟ وشجرة الدر أخفت نبأ وفاته لغاية ما جه ابن توران شاه وتحمل المسؤولية، مش دول المماليك؟ وشاء الله سبحانه يقع لويس التاسع في دار ابن لقمان بالمنصورة أسيرا، وفشلت الحملة التي كان يقودها القسيس لويس التاسع. من الذي حرر آخر معقل من المعاقل الصليبية اللي هي عك سنة 1293 أو سنة 691 هجرية، 1291 ميلادية؟ مش الأشرف خليل محمد بن قلاوون؟ وبهذا تحررت أرضنا بعد 200 سنة من الحروب الصليبية، وبدأ العالم يخطب دولة المماليك القوية. يعني إذن الدولة المماليك دولة إسلامية كانت تقاتل تحت راية الخلافة، دولة كانت تريد لهذا الدين أن يقوم نظاما حياتيا شاملا. هل سمعتم في تاريخ المماليك أن أحدا منهم أنكر فريضة الجهاد أو عطلها؟ أبدا. هل سمعتم أن أحد حكام المماليك قال نستفتي على أن الشرائع تجوز تطبيقها أو لا يجوز؟ هل سمعتم أن أحدا من المماليك قال نعدل عقد الزواج؟ هل سمعتم أن أحدا من المماليك قال لا الختان مش فطرة من فطر الإسلام؟ هل سمعتم من المماليك قال نعطي ولاءنا لأعداء الإسلام الذين انتهكوا العرض وأخذوا الأموال واغتصبوا المقدسات؟ هل سمعتم أن أمتنا كانت تتسول رغيف خبزها على عهد المماليك أو كانت مديونة على عهد المماليك؟ قلبوا الصفحات. مش معنى تروح واخد حتة كده وتقول ببرس قتل محمد قطز. هو ده التاريخ كله؟ تاريخ واحد بيحب وحده ونساء وعه؟ لكن أن لمن تربوا في المستنقعات الآسنة أن يعرفوا المرتقى السامق النظافة، ما هي حياة الناس في غالب البقاع؟ خمر ونساء وسكر وزنا وعربدة، إلا ما رحم ربي. إذا أنا عاوز أقول هنا كان المسرح الدولي يوجد في قوة إسلامية قوة المماليك، بل أذكر بمجرد
ما تحررت عكا واخرج الصليبيون من بلاد الشام ومن مصر ومن العراق وشبه جزيرة الاناضول، تداعى الصليبيون. نعمل ايه بعد 200 سنة حرب معلنة من انجلترا وفرنسا والمانيا وايطاليا، حرب صليبية كان يتزعمها بابا روما. بعد 200 سنة فكر ابناء اوروبا، لم نستطع ان نسيطر على اي بقعة من بقاع العالم العربي على اعتبار انه القلب للعالم الاسلامي. ايه السبب؟ فادركوا انه انسان العقيدة. بدأ يفكر على طيب ان الغزو العسكري الوحدي ما ينفعش، لابد الغزو العسكرية مع غزوة فكرية عقدية لتدمير العقيدة في القلوب، هيمنة اقتصادية. لذلك كثير من الشباب يقول لك الغزوة اليهودية القديمة هي هيمنة اقتصادية مش يقدروا لان العدد قليل. لا يا اخانا، هي غزوة عسكرية وغزوة اقتصادية وغزوة عقدية وفكرية، وشغالين على المحاور الثلاث، شغالين على المحاور الثلاثة. ولا المخدرات اللي بدأت يفشو امرها وتزرع رغم ان تكاليف زراعتها ضخمة، والنساء والايدز والانحرافات والفساد ده كله ده لتدمير، والبروتوكولات الخاصة بالتعليم والاقتصاد وما يجري يؤكد ان الغزوة مش غزوة يا ابني اقتصادية فقط، لا، يتشمل المحاور الثلاثة وسنعرض لذلك. ويقول لي طيب يا شيخ مش معقول الكلام ده، مش معقول، اللي مش معقول ده هو اللي هيحصل والله اعلم، وعند جهينة الخبر اليقين. يعني عاوز اقول اذا اعدائنا انتبهوا الى ان الدولة المملوكية تشكل قوة، فبدأوا ابناء اوروبا يخطبون ودها، يخطبون ودها بمعنى بدأوا يعملوا علاقات تجارية مع المماليك، وهذا ازعج بابا روما لدرجة انه اصدر صك بحرمان كل من يتعامل مع المماليك بالتجارة، حقد شديد. بل انه بمجرد سقوط عكا خرجت مراكب بها صور، عبارة عن صورة المسيح عليه السلام عيسى، وكأن الدماء تنزف منه، وجنب واحد لبس العجال واللبس العربي وقاعد يضرب فيه، وخد الصورة دي كتبها ابن كثير في البداية والنهاية، وخرجوا بالصور دي يرتدون مواني اوروبا والجزر. الناس يسألون من هذا؟ يقول لهم المسيح عليه السلام. مين اللي بيضربه؟ محمد النبي العربي. اللي حصل مات من الضرب، الههم مات من الضرب. الكلام ده طبعا الناس مغفلون برضه. صدق ابناء اوروبا الدرج، خرجوا لقتال لغزو العالم العربي والانتقام للمسيح، هكذا يزعمون. لدرجة كما يقول ابن كثير جاء حوالي 300 امرأة تطوعن بفروجهن او تبرعن بفروجهن للترفيه عن الجنود الاوروبيين اللي جايين يقاتلوا للانتقام للمسيح عليه السلام الذي يبرأ الى الله منهم في الدنيا والاخر. انا عايز اقول اذا المماليك ادوا دورا واحد، بدل لو ترجعوا لكتابنا اللي هو الطريق لبيت المقدس الجزء الاول يحكي جانبا من وقوف المماليك في وجه الغزوة المغولية التتارية والغزوة الصليبية، وايضا ابن كثير في البداية والنهاية. يبقى المسرح الدولي في القرن السابع الهجري كانت هنالك قوة المماليك الذين يحكمون باسم الخلفاء العباسيين، وعلى جزء من العالم الاسلامي شبه جزيرة الاناضول السلاجقة الاتراك اللي منهم الب ارسلان صاحب معركة ملاذ كرد الشهيرة التي انتصر فيها على البيزنطيين. وعلى جزء اخر اللي هو الاندلس كانت توجد دويلات الطوائف. ونجد ايضا المسرح الدولي المعارك مستعرة بين نصارى الاسبان والبرتغال ومسلمي الاندلس من ناحية، وبين المماليك والبرتغال والاسبان من ناحية اخرى. اي ان الامة المسلمة كانت هي القوى الكبرى في العالم، ولكنها كانت مفككة
وتحمل في كيانها عوامل ضعف تهدد بسقوطها، وكانت الأمة في حاجة إلى قوة تجدد دين هذه الأمة وتوحد كلمتها وتعيد خلافتها إلى سالف عهدها وتحيي فريضة الجهاد وتتصدى للعدوان الواقع على أمة الإسلام من أبناء أوروبا اليهودية الصليبية والمغول والتتار. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقيد لهذه المرحلة آل عثمان الذين أسسوا دولتهم على رأس المائة السابعة من الهجرة، أسسوا دولة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. يعني سمت الدولة العثمانية إيه؟ دولة إسلامية، لا رضي بالله ربا، إسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، دولة يقوم نظامها السياسي على عقيدة التوحيد، تطبق شريعة الله، تقوم على الشورى، دولة يقوم نظامها الاقتصادي على التعامل بالذهب والفضة وعدم التعامل بالربا وعدم الاستغلال او الاحتكار، عدم الاتجار بما حرم الله، دولة يقوم نظامها السلوكي والاخلاقي والاجتماعي على اساس عقيدة الاسلام، دولة يقوم نظامها التعليمي والاعلامي على قاعدة من العلوم الشرعية، دولة تقوم علاقاتها الدولية على اساس عقيدة الاسلام، عقيدة الولاء والبراء، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم وان يتولوهم فاولئك هم الظالمون. الدولة العثمانية كما ورد كانت تطبق شريعة الله في غالب عهدها وتقيم الحدود وتحرم ما حرم الله ولا تستحل الا ما احل الله. بقيادة الدولة العثمانية تصدى العالم الاسلامي للهجمة الاسبانية البرتغالية التي غزت ديار الاسلام تحت شعار الاكتشافات الجغرافية، فحينما جمع بابا روما الاسبان والبرتغال في مؤتمر زي المؤتمرات الدولية اللي بتسمعنا اليومين دول عام 894 هجري 1488 ميلادي، وجيء بالكرة الارضية فقسمها عند خط طول 46-37 قسمين بين الاسبان وبين البرتغال، واطلق يد الاسبان في نصفها الشرقي ويد البرتغال في النصف الغربي، وخرج الاسبان والبرتغال مأذونا لهم من بابا روما في تطويق العالم الاسلامي طبقا لمعاهدة تورديسيلاس، وكان شعارهم الصليب او المدفع، اي تنصير العالم الاسلامي ونهب ثرواته او القتل، هذه واحدة، يا يقبل الناس بالتنصير وتسليم بلادهم وديارهم يا القتل، وصدق الله القائل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وحينما وصل فاسكو دي جاما الصليبي الى رأس الرجاء الصالح وكانت معروفة للمسلمين من قبل، قال كلمته: اليوم طوقنا العالم الاسلامي وما علينا الا ان نشد الخيط ليختنق، ووجه مدفعيته الى مدينة كلوة شرق افريقيا فهدم 300 مسجد بعد ان رفض اهل البلاد السماح له بانه ينزل وجنده الى شرق افريقيا، قالوا لا يمكن ان نسمح للصليبيين الكفرة ان هم ينجسوا ارض شرق افريقيا المسلم. فمن هنا كان البغض بتاع فاسكو دي جاما وحطم 300 مسجد في كلوة وهاجم. طيب انتوا خارجين اكتشافات جغرافية ليه تهجموا المساجد؟ طيب خارجين لاكتشافات جغرافية ليه تهجموا مراكب الحجاج في البحر الاحمر؟ لان هذا المجرم كان يهاجم مراكب الحجاج ويقتل ويمثل بالحجيج،
بل انه كما ورد في كتاب الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية دولة اسلامية، دولة مفترى عليها، هل كان من ضمن مخططات هؤلاء الناس انهم يصلوا الى مكة ويهدموا الكعبة ثم ينتقلوا بعد ذلك الى المدينة المنورة فينبشوا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويستخرجوا جثته؟ يعني اذا هدفهم انه غزو قلب العالم الاسلامي وتدمير دمر الله عليهم مقدسات العالم الاسلامي. دي اكتشافات جغرافية ولا حرب صليبية؟ العجيب ان كتب التاريخ تقول عليها اكتشافات جغرافية، قال ليه ما بقولوش عليها حروب صليبية؟ عشان الامة تظل مخدرة ونعسانة لغاية ما تأتي بقية الجحافل لتضع يدها على ما تبقى من ديار المسلمين. من الذي تصدى لهذا العدوان البرتغالي الاسباني الصليبي الذي كان يتهدد ديار الاسلام؟ انهم العثمانيون، السلطان سليم الاول الذي ترك الجبهة الاوروبية، وحركة الجهاد مستمرة ومستعرة في مواجهة الاوروبيين، لانه احس بان مقدسات المسلمين بمكة وبمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب العالم الاسلامي النابض في خطر. يعني اللي حرك السلاطين العثمانيين المشاعر الاسلامية، العقيدة الاسلامية، المعقولة لمكة الكعبة في خطر والمدينة في خطر، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم وانا اقعد هنا، ترك الجبهة الاوروبية مفتوحة ونزل لكي يوحد العالم الاسلامي ويواجه الهجمة الصليبية الشرسة. جاء السلطان سليم ليوحد العالم الاسلامي، العراق، الجزيرة العربية، سوريا، فلسطين، مصر، طرابلس الغرب، الجزائر، المغرب، تونس، في جبهة واحدة مع شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة الاناضول ومعظم اوروبا الشرقية، وذلك في عام 916 هجرية ضد الهجمة البرتغالية الاسبانية الشرسة، لانه تعلم ان وحدة العالم الاسلامي فريضة في مواجهة المؤامرة العالمية على امة الاسلام. فالاسلام اذا الذي حرك السلطان سليم الاول للمجيء الى مصر لتوحيد العالم العربي على اعتبار انه قلب العالم الاسلامي، لانه تعلم ان وحدة العالم الاسلامي فريضة، وان مواجهة الغزوة البرتغالي الاسباني التي تستهدف افريقيا وتستهدف اسيا وتستهدف العالم الاسلامي، مواجهة هذه الهجمة فريضة ايضا شرعية. يعني ما كانش جاي علشان بقى يعني يقيم ملك الآل عثمان، ما كانش جاي بقى علشان يمد الحدود او عشان يستغلون الشعوب كما تزعم الكتب التي زورت هذا التاريخ. اذا الدولة العثمانية شاء الله سبحانه وتعالى ان تقوم، وحينما جاء السلطان سليم الاول الى مصر اعلن الخليفة العباسي الموجود في مصر محمد المتوكل ان آل عثمان احق بامر الخلافة منهم لانهم اقدر على حماية العالم الاسلامي، وبهذا اصبح العثمانيون زعماء العالم الاسلامي، بل اقوى قوة في العالم بلا منازع. ده على عهد العثمانيين اقوى دولة في العالم على عهد سليم الاول كانت الدولة الاسلامية على عهد العثمان. اين امتنا اليوم في عهد الثوار والجهابزة الاحرار؟ عشان نعمل المقارنة بين الفترات التاريخية، لان اعدائنا يعتمدون على جهلنا بالتاريخ، فقاعدين يقول لك حصل كذا وكذا وانت صحيح، ما احنا برضو حتى الضوابط الشرعية تركناها، رغم ان ربنا قال اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما تسمع حد يشوه التاريخ الاسلامي، لكن ده شوهوا الاسلام، ده تطاولوا على الله عز وجل، وتطاولوا على القرآن، وتطاولوا على رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل وتطاولوا على الانبياء والرسل.
قالوا ان المسيح عليه السلام ولد من ام غير عذراء وابوه النجار، وزعموا ان له اخوة، والكلام ده في كتاب ولد يوران قصة الحضارة الذي انفق على ترجمته وطباعته الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية. هذا الكتاب اللي هو قصة الحضارة يقول ان القرآن تاريخ مقلوب، وان القرآن الاسلام بدعة نصرانية. تطاولوا على سليمان عليه السلام وقالوا انه يهودي وداود يهودي هم مسلمين، وقالوا انهم بنوا هيكل ليهوى تحت المسجد الاقصى، وسليمان يبرأ الى الله عز وجل منه في الدنيا والاخره، ده بنى مسجدا، جدد المسجد الحرام وبنى بيت المقدس، بل شوهوا تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، شوهوا تاريخ الصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، شوهوا تاريخ بني اميه، شوهوا تاريخ السلاطين المسلمين. هل تعتقدون ان هؤلاء الذين تجرؤوا بهذه الصورة يعني يقفون عن تشويه تاريخ الدولة العثمانية؟ ولكن كما قلت مرة اخرى، هم مسؤولون ولكننا نحن المسؤولون بالدرجة الاولى، لاننا تتلمذنا على ايدي المستشرقين اعداء الاسلام بدلا من ان تتلمذ على ايدي العلماء المسلمين الموثقين. تلقينا تاريخنا عن مصادر استشراقية غير اسلامية بدلا من ان نبحث عنه في المصادر الاسلامية، بل اننا ايضا قبلنا بان نحرم من دراسة هذا التاريخ الاسلامي الصحيح دون ان نحرك ساكنا. اخوة الاسلام، وما زلنا في حديث عن سمت الدولة الاسلامية على عهد آل عثمان. يقول بمجرد ما قامت الدولة، ما قام السلطان سليم الاول بتوحيد العالم العربي ضمن العالم الاسلامي بقيادة آل عثمان، قام بدعم صناعة السلاح في مصر وصناعة الاسطول في مصر، يعني كان في ترسانة تنتج السلاح وتنتج قطع الاسطول في مصر، وهذه الترسانات كانت تدعم الاسطول الاسلامي في البحر الاحمر والبحر الابيض والبحر الاسود، وبهذه الاساطيل كان يتم مطاردة المراكب البرتغالية الصليبية في البحر الاحمر والابيض، وحماية شواطئ المقدسات الاسلامية وقلبها النابض اللي هو العالم العربي. هذا هو موقف السلاطين العثمانيين المجاهدين. هؤلاء هم حكامنا بالامس ورعاتنا بالامس، فمن هم رعاة اليوم وماذا حدث بعد انهيار الدولة العثمانية؟ في ظل الدولة العثمانية ظلت فلسطين المسجد الاقصى اسلامي، لا موضع فيها لليهودية او الصليبية. ولعلنا لا ننسى موقف السلطان سليم الاول الذي اصدر امرا بمنع الهجرة اليهودية الى سيناء، وصار على نفس النهج خلفه السلطان سليمان سنة 927 هجري، وكذلك السلطان مراد الثالث، وكذلك السلطان عبد الحميد الثاني، الجميع سار على نفس الطريق. لقد رفضوا بإيماء وشمم منح اليهود فلسطين، وقال عنها السلطان عبد الحميد انها ارض الاقصى التي رواها الاجداد والاباء بدمائهم، ولا يمكن التفريط في حبة رمل من رمالها. هذا هو موقف حكام الدولة العثمانية. فماذا حدث بعد ضعف وانهيار دولتهم؟ بعد ضعف وانهيار الخلافة مزق العالم الاسلامي، احتلت ديار العالم العربي والاسلامي، ضاعت فلسطين. من الذي ضيعها؟ الرعاة في ظل الشعوب التائهة. الدولة العثمانية ظلت تنازل اوروبا الصليبية وتجاهدها على مدار 600 عام منذ القرن السابع الهجري وحتى القرن الثالث عشر وحتى القرن الثالث عشر الهجري. لقد كانت الدولة العثمانية سدا منيعا في وجه الاطماع الاوروبية التي حملت لواء الصليب في العالم العربي والاسلامي.
كانت ثروات العالم الإسلامي وخيراته للعالم الإسلامي، كانت مصر على سبيل المثال إحدى ولايات الدولة العلية العثمانية مصدرا مصدرا للغلال ومصدرا للسلاح، وكانت أوروبا تتسول سلاحها ورغيف خبزها من على موائد المسلمين. ماذا حدث الآن في ظل الأنظمة التقدمية والثورية؟ الأمة مثقلة بالديون، الأمة تتسول رغيف خبزها من على موائد الكفار وجدولة ديونها من البنوك الربوية. في ظل الدولة العثمانية كان العالم الإسلامي يتعامل بالذهب والفضة، ما عرفت أمتنا الديون إلا في أواخر عهد الدولة العثمانية. أين الذهب والفضة في عهد الثوريين والتقدميين؟ الدولة الإسلامية حينما خرجت لإقامة دين الله سبحانه وتعالى على اعتبار أنها دولة الدعوة إلى الله، يقول الدكتور محمد أبو العزيز محمد الشناوي باسم الإسلام فتح محمد الثاني القسطنطينية عاصمة الدولة الأوروبية البيزنطية واتخذها عاصمة وسماها دار الإسلام اسطنبول أو اسطنبول. باسم الإسلام شرع السلطان سليمان اللي بيسموه المشرع وهو ما كان يشرع من عندياته، لكن نظم التشريعات قننها، لكن هم يزعمون زورا وبهتانا انه مشرع، ما كان ده، هو كان يكتب يضع التنظيمات ويقول طبقا للشريعة الإسلامية. باسم الإسلام شرع السلطان سليمان تنفيذ مشروع خطير هو الاستيلاء على روما عاصمة البابوية لتحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر فيه فتح رومي، وأنزل فعلا قوات في أوترانت في جنوب شبه الجزيرة الإيطالية. يعني أوترانت دي كانت جزء من الدولة العثمانية، شبه الجزيرة الإيطالية جزء منها كده في الكعبة من تحت كان جزء من الدولة العثمانية. أنزل قوات في أوترانت وأسر 11,000 من أبناء أوروبا، وكان يعد العدة للزحف على نابولي. يبقى الشباب فتح شبه جزيرة البلقان كان ينوي بعد كده انه يزحف على ايه بقية بلاد اوروبا عشان لعله يلتقي باخوان المسلمين في الاندلس، ولكن قدر الله مات السلطان سليمان دون ان ينفذ هذا المجلس. ولذلك كل كتب التاريخ تحكي ان الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية متسامحة فتحت أبوابها لليهود الفارين من أسبانيا نتيجة الاضطهاد النصراني، وعشان كده ده اللي بياخدوا على الدولة. يبقى الدولة العثمانية كانت دولة متسامحة. سبقولنا الإسلام والتطرف الإسلامي طيب الدولة الإسلامية فتحت أبوابها لأهل الكتاب وأمنتهم، فماذا يفعل الصرب الآن بإخواننا في البوسنة والهرزق؟ ماذا يفعل الروسي الآن بإخواننا على ارض الشاشات؟ ماذا يفعل اليهود الان اخواننا على ارض فلسطين؟ ماذا يفعل اسياس افرقي اللي بيسموه رئيس اريتريا باخواننا المسلمين على ارض اريتريا؟ عشان نعرف كلام ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. في ظل الحكم العثماني عاش اهل الكتاب امنين على بيعهم اموالهم عقائدهم. في ظل الحكم العثماني ما كان يجرؤ حاكم عثماني ويقول نستفتي على تطبيق شريعة الله او نستبدل الاشتراكية او الماركسية او الديمقراطية بالاسلام. في ظل الحكم العثماني كان الاسلام هو النظام العالمي للامة، النظام العام للأمة الذي لا يجوز الاعتداء عليه بالكلمة أو السخرية من أهله. في ظل الحكم العثماني كانت الفرائض قائمة، الدعوة إلى الله بالكلمة المقروءة والمسموعة، العلوم الشرعية تشكل قاعدة التعليم بأكمله سواء العلمي أو الشرعي أو التقني أو العسكري،
كانت اللغة العربية تدرس جنبا إلى جنب مع اللغة التركية التي كانت تكتب بالحروف العربية. كان نظام التعليم يفوق نظام التعليم في أوروبا كما يقول الكاتب الأمريكي لبيير. كان التعليم في العالم الإسلامي يفوق التعليم في أوروبا باعتراف كاتب أمريكي اسمه لبيير. الدولة العثمانية كانت دولة الانتماء العقدي، لم تكن دولة عنصرية أو عرقية حتى عام 1909 ميلادية. ليه بقى؟ لأن في 1909 ميلادية كان العسكر قد وصلوا إلى حكم الدولة. لما وقع الانقلاب العسكري 1908 ميلادية، 1909 خلعوا السلطان عبد الحميد. إذن يعني الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية لم تكن تعرف العنصرية أو القبلية، كان الحكم يقوم على الشورى، استطاع حكم الإسلام في كل خطوة. كان للهيئة العامة للإفتاء برئاسة شيخ الإسلام المفتي الكلمة المسموعة، بس كانوا علماء يعني كانوا مفتين حقيقة. مجالس العلماء والفقهاء في كل قطر من الأقطار تبين حكم الله للناس، القضاء يحكم بما أنزل الله، الحكام ينزلون على فتوى العلماء. ولذلك نجد أنه في شروط كان وضعها عثمان وآل عثمان في من يتولى إمارات المسلمين أو ولايات المسلمين، يضع من ضمن الشروط إيه؟ لابد أن يكون المرشح مواظبا على أداء الفرائض في الجماعة، يعني يختارونه من المساجد من المواظبين على أداء الفرائض في المساجد. كان الحكام العثمانيون مش جبابرة يلوون النصوص القرآنية لتحقق أهدافهم أو يشترون الناس بالمناصب، لا، كان العثمانيون لأنهم يخافون الله، ما إذا ما خدتش بتخاف ربنا يبقى فيش فايدة، خلاص إلا بتستحي فاصنع ما شئت. الناس دول لأنهم كانوا بيخافوا من ربنا يقولوا كانوا ينزلون على فتاوى العلماء. مثال ذلك حينما عزل السلطان سليم الثالث في 21 ربيع عام 1222 هجرية المقابل 1807 ميلادية، سمع وأطاع، والسبب أنه أدخل أساليب الفرنجة وعوائدهم. وكانت الفتوى كل من يجبر الرعية على اتباع أساليب الفرنجة وعوائدهم لا يكون صالحا للملك لأن ولاءه أصبح للكافرين وعوائدهم. ومثال آخر حينما لجأ السلطان عبد العزيز للاقتراض من الدول الأجنبية في أواخر عهد هذه الدولة عزل بناء على فتوى شيخ الإسلام في 6 جمادى الأولى 1293 هجرية 29 مايو 76، وسبب العزل إسرافه والتجاؤه إلى عقد قروض أجنبية من البيوتات العالمية في باريس ولندن وعجزه عن تصريف شؤون الدولة. يعني إذا كان الشعب واعي، كان في علماء عارفين إن الديون دي عاقبتها إيه، وقوع البلاد في قبضة الاحتلال الأجنبي. تذكروا بأن الدولة العثمانية كانت دولة الإسلامية الكلمة العليا فيها لله رب العالمين. كان شيخ الإسلام كلمته مسموعة. كان يقدر السلطان من السلاطين يقدم على أمر قبل أن يستفتي إيه حكم المسألة دي، وكانوا ينزلون عند حكم الشارع الحكيم. اللي حصل بقى لما السلطان عبد العزيز بدأت تكثر المديونية في عهده، ونتيجة إيه؟ يعني مش عشان يبني قصور أو عشان يبني مسارح وسينمات، لا، لأن الدولة العثمانية تكاتفت عليها أوروبا كلها، فاضطر يرفع عدد قوات المسلحة ويزيد من التسليح. يعني البلد كانت في حالة حرب، الدولة العثمانية ظلت في حالة حرب 600 سنة. شوفوا ربنا سبحانه، ده لولا الإسلام، لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الإسلام ثم هؤلاء الحكام المخلصين ما كانتش تقدر 600 سنة. تتعرض الدولة العثمانية لهجمات أوروبية غالبا ما كان يقودها بابا روما، وكان يقوم على أمر الهجمات يشارك بها انجلترا، ف
فرنسا، روسيا، ألمانيا، كلهم يختلفون ولكن يجتمعون على الدولة الإسلامية كما هو واقع البشرية الآن. فاللي حصل الدولة العثمانية إذن ما استدام رعاتها من أجل الدنيا، لا، علشان مواصلة الحركة الجهادية. لكن هذا أزعج الأمة، خشوا على أنفسهم، خاصة المدينية جاءت من بيوتات أوروبا، هم عارفين، ربنا حذرهم، قال لهم دول الناس دول إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. فبمجرد ما كثرت المدينية في عهد عبد العزيز اجتمع العلماء وقرروا عزل السلطان عبد العزيز. في حيثيات العزل التجاء إلى عقد قروض أجنبية من البيوتات العالمية في باريس ولندن، وبالتالي عجزه عن تصريف شؤون الدولة، لأن طول عمر الدولة ما تقوم على القروض فيش ممكن، المفروض تعتمد على الله ثم على نفسه، عندهم الأرض، عندهم المية، ازرع، وعندهم الأيدي العاملة، وعندهم الصناعات الصغيرة والكبيرة، وكان في بنية أساسية، والدولة العثمانية يعني ما كانش يجب أحد منهم مثلا أنه يمكن الأجانب من إمساك بزمامها اقتصادي أو زراعي أو صناعي، مش ممكن. يعني ما كانش مثلا يعملوا مثلا إيه، يجي واحد يفتح مشروع المعدات اللي يستوردها يرفعها عليه ضرائب، وهو يطرده بالضرائب لغاية ما يقفل ولا يستطيع أن يقف في وجه المنافسة الأجنبية، لا، لكانوا يشتري له الآلة ويدعموها ويدعموا صناعتها لغاية ما يقف على رجليه علشان سعرها يبقى أقل ينافس السلعة الأجنبية، مش يفرضوا عليه الضرائب ويحولوا بينه وبين المعدات وقطع الغيار ولا يرفعوا أسعارها علشان هو يطلع ويفتحوا باب الاستيراد أمام السلعة الأجنبية، تدخل السلعة الأجنبية أفضل لأن خبرة كبيرة وتمن أقل، ترى مثالي هتضرب إيه؟ هتنتهي الصناعة الوطنية. ما عملوش كده يا العثمان، اللي بيهاجموا على العثمان يقول لك أصل دي تم في عهدها المديونية والفقر والجهل، لا، الكلام ده الخطر ده انتبه إليه الشعب المصري منذ عهد إسماعيل. أنا عشان نعرف يعني ده التاريخ اهو، ما دي تاريخ 200 سنة اللي اتكلمنا فيه قبل كده، ويحتاج الإنسان اللي يجيبها ويسمعها مرات ومرات. لما كترت المديونية على عهد إسماعيل واستلمته، قال بعت خطاب للدول الأوروبية ابعتوا لنا خوابير اللي بيسموهم الخبراء دول علشان يشوفوا لنا ايه سبب عجزنا عن سداد المديونية، فبعتوا له الخوابير اللي بيسموهم الخبراء وقالوا لابد من رقابة ثنائية انجليزية وفرنسية على موارد الدولة ومصاريفها. وقابل اسماعيل باشا في رقيب انجليزي ورقيب فرنسي، واصبحت البلد ما تقدرش تبت في الميزانية بتاعتها قبل ما يجي رأي الاستشاري الانجليزي والاستشاري الفرنسي. فتعالوا بقى الدولة العثمانية، هل تقول لها حصل حاجة زي كده؟ ابدا، لا، بيقولوا في عهد السلطان عبد الحميد تم مده اول خط سكة حديد من بلاد الشام الى المدينة المنورة، اكثر من 1303 كيلومتر، وبهذا تم ربط الحجاز بشبه جزيرة الاناضول وشبه جزيرة البلقان باوروبا الشرقية. وايه كمان؟ وكانت طموحات السلطان عبد الحميد مد خط السكة الحديد الى مكة واليمن والهند لربط اجزاء العالم الاسلامي وتيسير سبل الحج والاتصال امام المسلمين. ماذا حدث بعد السلطان عبد الحميد ومجيء الاحتلال الانجليزي ومجيء حكم القوميين والثوريين؟ دمر خط سكة الحديد الحجاز، اللي راح المدينة المنورة يلقى المحطة بس. فين الخط اللي كان شغال بين المدينة وبلاد الشام يربط اوروبا ببلادنا؟ خلاص دمره القوميون. الشريف الحسين ابن فيصل بمشورة لورانس ضابط المخابرات الانجليزي، مصيبة دي، ضابط مخابرات انجليزي كان مستشار لفيصل، ايوه نعم، وقال له دمر الخط السكة الحديد 1303 كيلو وتكلف 3 مليون جنيه استرليني ذهب ساعتها،
والعجيبة انه كان ده كل واحد كان بيتبرع اظن بقرش واحد. السلطان عبد الحميد شوفوا هذه للسلطان عبد الحميد عمل وعما فهذا فعل القوميون. قال له لورنس دمر الخط. قال له ليه؟ احسن تركيا تبعت قوات لتنحيتكم من امارة الجزيرة العربية. وصدق المغفلون الله يجزيهم بما هم اهل له. سلطان عبد الحميد الثاني لما عرفت اوروبا اختراع التلغراف والاتصالات السلكية ولا سلكية واراد ان يتصل بالجبهة اثناء الحروب على طول على الفور ما انتظرش امر بمد الخطوط عبر جبهة اوروبا الشرقية كلها. وجيء بخبير بلجيكي اسمه ديكرو قال له انا عاوزك تعمل لي مدرسة في القصر السلطاني واديك مكافأة سخية بس بشرط تدرب لي الكوادر اللي هي هتستطيع ان هي تشغل خط المواصلات الاتصالات السلكية ولا سلكية. هذه الدولة على اسمها بقول لك دولة متخلفة. اول تجربة للغواص كانت في اسلامبول. الدولة العثمانية دولة اسلامية واعية فاهمة كانت حريصة على تيسير سبل الحج امام المسلمين وتأمين طرق الحج. لقد كانت حريصة على انشاء دور العلم والمساجد التي كانت تضم اماكن للعبادة ومدارس ومنشآت خيرية ومكتبات. شوفوا كلها انشآت مسجد جنبه ايه اماكن اخرى للعبادة مدارس منشآت خيرية مكتبات سكن للطلاب والاساتذة. الطالب اللي جاي من بلد عشان يدرس يهيئ له السكن ويهيئ له الاقامة وتكلفه. وانت عاوز تدرس على مين من المشايخ يا ولدي ويشوفوا له مين من المشايخ عشان يدرس عنه. والاساتذه والطلاب يجرى عليهم الجريات من الاوقاف الخيريه اللي هلهفوها كل ده من الاوقاف الخيريه وحمامات ومطابع يعني كتب. عاوز يدرس يبقى لازم المطابع تقوم بطبع الكتب. ودور للعجز الواحد كبر في السن وما لقوش اولاد دور للعجز جنب المساجد تبنى ومستشفى واحد مرض يدخل المستشفى يجرى عليه الادويه والطبيب اللي يعالجه واثناء فترة مرضه تجرى عليه الارزاق. فنادق صغيرة ناس جايين بالتجارة بتاعتهم خان يحطوا فيه التجارة بتاعتهم ومكان يناموا فيه امن. مثال ذلك مسجد السلطان محمد الفاتح. كل هذه ينفق عليها من الاوقاف الخيرية للمسلمين. طلاب العلم تهيئ لهم اماكن الاقامة والدراسة والاساتذة تجري عليهم الجرايات. طيب اين الانظمة الثورية والتقدمية من الدولة العثمانية؟ لقد اكلوا الاموال الاوقاف الاسلاميه ودمروا التعليم. وكانت التربيه في ظل الدوله العثمانيه تربيه اسلاميه تربيه على الفروسيه على الرمي. كل مسلم يحمل سلاحه في وضع الاستعداد. الان الرمي اصبح جريمه وحجازه السلاح جريمه. هذا هو عهد الثوار. 1300 سنه كل واحد من ابناء الامه يحتفظ بالسلاح الذي يريد. 1300 سنه الشباب يدرب على الرمي. ابن بطوطة زار المعسكرات بتاع الشباب العثماني الذي يتدرب على الجهاد يقول لي يسميهم الاخية الفتيان وتكلم على كيف يربون على العقيدة وعلى الجهاد سبحان الله. زاره ابن بطوطة وكتب ذلك واثبته في رحلته. هذه الدولة العثمانية دولة جهادية مش امة تضرب على افاها وتقول لك السلام اختيار مصيري. لا لكل الناس عايزين انه لهم مهمة اقامة هذا الدين والتصدي للتحديات. ايه الوسيلة؟ بناء انسان العقيدة واحياء فريضة الجهاد. هذا ما فعله العثمانيون. في عهد الدولة العثمانية تولى شدة الحكم حكام مجاهدون امثال محمد الفاتح وفراد الاول وغيره من السلاطين العثمانيين. ايها الاخوة اختم كلمتي هذه الليلة بتاريخ الدولة العثمانية بكلمات وصية. وصية لمن؟ لعثمان مؤسس الدولة العثمانية. بيوصي ولده عند موته بيقول له ايه؟ وصية لولده عند موته. قال يا بني انني انتقل الى جوار ربي وانا فخور بانك ستكون عادلا في الرعية. بيوصيه ان يكون ايه؟ عادل في الرعية ما يكونش ظالم. انتقل الى جوار ربي وانا فخور بانك ستكون مجاهدا في سبيل الله
لنشر دين الاسلام، مش للحفاظ على الكرسي، لا، هتكون مجاهد لنشر دين الاسلام. يا بني اوصيك بعلماء الامه، ادم رعايتهم واكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم، فانهم لا يأمرون الا بخير. مش يصيب الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات، مش يصيب اعداء الامة، يصيب العلماء. انزلهم منازلهم، بجلهم، شاورهم، انزل عند ارائهم. هذه الدولة العثمانية. وصية اخرى من وصايا عثمان لابنه، يا بني اياك ان تفعل امرا لا يرضي الله عز وجل، واذا صعب عليك امر فاسأل علماء الشريعة فانهم سيدلونك على الخير. اعلم يا بني ان طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو طريق الله، وان مقصدنا الوحيد هو نشر دين الله، واننا لسنا طلاب جاه ولا دنيا. دي وصية عثمان لولده. وصية اخرى، وصيتي الاولي لابنائي، برضو وصية عثمان، الكلام ده نقله المؤرخ التركي المعاصر عبد القادر زاد اغلو في كتابه التاريخ العثماني المصور. والوصية التي سأل السابقة تركها المؤرخ التركي المعاصر في قادر مصر اغلو في كتابه مأساة بني عثمان. فالوصية بيقول له فيها: وصية الاولى لابنائي ولجميع الاعزاء علي ألا يتركوا الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر دين الإسلام الجليل ورفع راية محمد صلى الله عليه وسلم، وليكن كل وقتكم لخدمة الإسلام ونشر كلمة التوحيد في ربوع العالمين. وإنني أقول لكم، إنني أدعو الله عز وجل أن يحرم من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل واحد فيكم يبتعد عن طريق الاسلام ويظلم الناس ويترك الجهاد. شفت الوصايا؟ كل الحاجات دي افتقدناها طبعا. فين طريق الاسلام والعمل له؟ فين العدل؟ فين الجهاد؟ اللي يقول كلمة جهاد يبقى خلاص متطرف، يبقى راح في حيث ريثنا صلى الله السلامة والعافية. يا طبعا في سبيل الله، لكن هكذا بس كلمة، الكلمة نفسها اوروبا لا تريد لنا ان نقول هذه الكلمة، اصبحت مجرد الكلمة رغم انها من فرائض الاسلام. يقول لك اوعى تقول الكلام ده، اوعى حيطان لهودان. وفي وصية السلطان محمد الفاتح لابنه يزيد بايزيد كما تروي معظم التصادر التركية: يا بني ان نشر الاسلام في الارض، وصية السلطان محمد الفاتح لولده بايزيد: يا بني ان نشر الاسلام في الارض هو واجب الملوك على الارض، يعني واجب الحاكم ايه؟ نشر دين الله، اقامة الشريعة. فاعمل على نشر دين الله حيثما استطعت، اي حتة تقدر تستطع تقوم فيها دين الله يعمل. يا بني اجعل كلمة الدين فوق كل كلام، واياك ان تغفل عن اي امر من امور الدين، وابعد عن الذين لا يهتمون بامر الدين، واياك ان تجري وراء البدع المنكرة، حذرهم من البدع. يا بني قرب منك العلماء وارفع من شأنهم، فانهم ذخيرة الامة في الملمات. يا بني حذار ان تغرك كثرة الاموال والجنود، يعني يبقى عندك حرس واموال وسلطان، اوعى تغتر بالحاجات دي. واياك ان تخالف امر الشريعة في اي شأن، واحرص على الدين فانه سر انتصارنا. هل هناك من دليل انصع من هذه الادلة على صدق انتماء العثمانيين الاسلامي وحرصهم على اطفاء الهوية الاسلامية على دولتهم؟ واحد يقول، قد يقول قائل: هذا مجرد كلام عاطفي صادر عن ناس يواجهون سكرات الموت فلا اعتدي به. لكن لهؤلاء المتشككين يعني نسوق دليلا يتمثل في نصوص الواجبات التي اناطها دستور الدولة العثمانية بسلاطين الدولة. هل تعالوا نقرأ الدستور العثماني حدد للحكام واجبات، ايه الحكام؟ ايه الواجبات بتاعتهم؟ ننقلها من كتاب الدكتور عمر عبد العزيز عمر، محاضرات في تاريخ الشعوب الاسلاميه. قال واجبات السلاطين العثمانيين. شفت بقى لما الدستور يحدد واجب الحاكم يقول له ايه؟
اولا ان يخضع السلطان لاحكام الشريعة الاسلامية خضوعا كاملا. مين الان بيخضع لاحكام الشريعة الاسلامية خضوعا كاملا؟ ثانيا ان تجل الشريعة الاسلامية ويبجل علماؤها. نص مستقل، الشريعة تبقى فوق الراس والعين ويبجل علماء الشريعة، مش في الحضيض في المؤخرة علماء الدين ومدرسي الدين ومدرسي اللغة العربية وعلماء اللغة العربية وعلوم الدين وعلوم اللغة العربية في المؤخرة، لا في الاول علوم الشريعة علماء الشريعة هكذا الدستور ينص عليها. ثالثا ان يحمي الحاكم مقدسات المسلمين وينظم شؤون الحج بعناية، يعني مسؤول عن تنظيم شؤون الحج، فتح الطريق مش كذا تأشيرة ورفع الأسعار والحيلولة بين المسلمين وفريضة الإسلام وسن معينة والحج ما يحجش، لا 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 لا. وعشان كده كانت الدولة العثمانية تنظم قوافل اسمها قوافل الحجيج، تتحرك كلها من مصر، تتحرك من الشام، من العراق، كلها في حماية، لأن كان زمان فيش طائرات الحج البري، فكانوا تخرج قوافل الحجيج حريصون على تمكين المسلمين من الطاعات من اداء الفرائض، مش الحيلولة بين المسلمين وبين اداء الفرائض. دي مصيبة، الامة مش دريانة، انا مشغولة بقى يعني ايه بقى الكرة والاختبارات. طابعا على السلطان ان يدافع عن تخوم المسلمين ضد اعدائهم لوحده، يعني جهاد الدفعي، بالاضافة الى ذلك ايه جهاد الطلب. الدستور اي والله، ارجعوا لكتاب صفحات جهاد مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتراك، لازم نقرأ يا شباب. لن نواجه هذه الحملة الشرسة على تاريخنا الا بالعلم الصحيح، ما فيش الاستماع. كم واحد قيد منكم؟ قلة، لكن المفروض ان احنا قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة وبعدين اتعلمت اعلم غيرك ويعرف رسالتك. واحنا بنعرف تاريخ العثماني ليه؟ عشان يعرف الحاكم المسلم واجبه، يعرف الشاب المسلم مهمته، يعرف كيف يؤديها، وكيف انه لن يبرئ ذمته امام الله عز وجل الا اذا قام بمثل هذه الواجبات. ايضا نص الدستور العثماني الذي وضعه السلطان سليمان القانوني والذي حدد بموجبه الشروط التي ينبغي ان تتوفر في كل شخص يتولى منصب الصدارة العظمى رئاسة الوزراء. ايه الشروط اللي يجب ان تتوفر فيه؟ لا، عشان يكون رئيس وزارة او منصب الوزارة، ان يكون ذلك الشخص مواظبا على اداء الصلاة في اوقاتها، مواظبا على اداء الصلاة في اوقاتها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا انه لا دين لمن لا امانة له ولا امانة لمن لا صلاة له. انا ما اعرفش النص لكن هذا هو المعنى. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا قلمنا قال كده، قال اذا ضيعت الامانة فانتظروا الساعة. قالوا كيف تضيع الامانة يا رسول الله؟ قال اذا وسد الامر لغير اهله فانتظروا الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا يأتي بين يدي الساعة او بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويقول فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في امور العامة. بقيت كلمة اخيرة نختم بها محاضرتنا. ما هي نظرة الاوروبيين الى الدولة العثمانية؟ ابناء اوروبا كانوا بينظروا الدولة العثمانية على انها ايه؟ كانوا ينظرون الى اوروبا في الماضي كما تنظر الى العالم الاسلامي الان، كانت تنظر الى ان اي فتوح يحققها العثمانيون انما هي نصر للاسلام وهزيمة للنصراني، يعني هكذا نظرتهم. كل اللي انتصار الدولة العثمانية هو انتصار للاسلام ضد العثماني ضد ابناء اوروبا. وطبعا بالتالي لم تسلم الدولة العثمانية من حملة التشويه
والتزوير لتاريخها على يد ابناء اوروبا. واعتقد ان ده موضوع كبير، فان شاء الله يكون موضوع محاضرتنا المرة الجاية، وهي نظرة الاوروبيين الى الدولة العثمانية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.